السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أعلنت أبل في مؤتمر 15 من سبتمبر على الجيل الثامن من الآيباد التابلت الأرخص لشركة أبل تأتينا هذه السنة بشكل أجمل، مواصفات أقوى وكالعادة بسعر مغري. سنتعرف معا في هذا الفيديو على مواصفات وسعر الآيباد الجيل الثامن، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى أن تعمل لايك للفيديو واشترك بالقناة لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. بداية مع شاشة الآيباد، حيث تأتينا الشاشة من نوع ريتينا IPS LCD، تأتينا أيضا بحجم 10.2 إنش وبنسبة استحواذ 74.4%. وبدون شك هذه الشاشة كغيرها من شاشات أبل مميزة للغاية وتعطيك ألوان غاية في الروعة. ظهر الآيباد مصنوع من الألومنيوم، والفريم أيضا مصنوع من الألومنيوم كما نجد في الظهر. كاميرا خلفية فقط، تأتينا هذه الكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.2. بالنسبة لكاميرات السيلفي، الآيباد يأتينا مع كاميرا أمامية واحدة تأتينا بدقة 1.2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.2. أحد أبرز التطويرات التي قامت بها أبل مع آيباد الجيل الثامن وهي فيما يخص المعالج، حيث يأتينا الجهاز مع معالج أبل A12 بايونيك بتقنية 7 نانومتر. هذا المعالج ممتاز جدا، يعطيك أفضل تجربة استخدام على تابلت في هذه الفئة السعرية. كما تأتينا التابلت مع أحدث واجهة من شركة أبل الآيباد أو إس 14. أبل طورت أيضا في بطارية هذه التابلت، حيث أصبحت تعطيك 10 ساعات من الاستخدام المتواصل، ويعتبر هذا الرقم ممتاز جدا على هذه التابلت. آيباد الجيل الثامن يأتينا مع USB Type-C، يأتينا مع ستيريو سبيكرز، وهذا يعتبر شيء مميز جدا حتى لا نجده في الآيباد إير، يعني فعلا نقطة كبيرة تحسب لهذا الآيباد بهذا السعر. كما تدعم هذه التابلت مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك، وسيتوفر آيباد الجيل الثامن بنسختين. النسخة الأولى تأتينا مع 32 جيجا للمساحة الداخلية و 3 جيجا للرام، أما النسخة الثانية فتأتينا مع 128 جيجا للمساحة الداخلية و 3 جيجا للرام. هذا الجهاز لا يدعم مدخل للـ SD كارد، كما سيتوفر أيضا بثلاث ألوان السيلفر، الجولد وسبيس جراي. ويبدأ سعر الآيباد الجيل الثامن من 329 دولار لنسخة الواي فاي فقط. كما تأتينا نسخة الواي فاي مع مدخل شريحة الاتصال بسعر 459 دولار. هذه الأسعار تخص 32 جيجا للمساحة الداخلية. بالنسبة ل 128 جيجا للمساحة الداخلية نجد نسختين أيضا. نسخة الواي فاي فقط تأتينا بسعر 429 دولار، أما نسخة الواي فاي مع مدخل شريحة اتصال فسعر هذه النسخة 559 دولار. فعلا تابلت مغرية جدا أصدقائي، تقدمها شركة أبل بمواصفات غاية في الروعة وسعر ممتاز. كان هذا كل ما يخص الآيباد الجيل الثامن لسنة 2020. أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم، وفي النهاية أشكركم على المتابعة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء وشكرا.